فوضيع الجريء معناها بالمؤاخذات اللي عليه بالنجاحات بالاخفاقات اللي عملها يحب المدرب التونسي سامي طرابلسي، نبيل معلول، منظر الكبير، جلال القادري، معناها يمن سامي طرابلسي مش هو عينه دخل الجير قام موجود الجير قام موجود في المنتخب اي مش هو عينه اي ما هو موجود في المنتخب وقتها خدم منتخب المحليين بعد الثوره تاع المنتخب سامي العبدو كوب دافريك مع وديع الجري 2012 2013 2012 وديع الجري على راس المنتخب بعدها فرصه نبيل معلول مرتين فرصه منظر كبير في قرار معناها فاجئ الراي العام الرياضي الكل معناها كانت سيستم بعد تاع ليكيب ناسيونال اي ما هذيك على خاطر ما فماش ما عندكش مدربين على المستوى العالمي انك باش تجيبهم وزيد فما اللي باش تجيب مدرب كبير يلزم فلوس اي فما المدرب كنتي. التونسي هو الوحيد اللي نجم ياخذ السوم اللي تدفعها في الجامعه إيه ياخذ السوم معناها مكره هون اخاك على بطل اونتخ بارونتيز لا 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 معناها نحكي لك على مخ وديع الجري مخه والاسبري نتاعو يدز مع توانسه ان شاء الله يكون هكاك احنا ماذا بينا هو حتى ربح فلوس معناها مش يدفع في 40000 يورو وزاد هما من بعد شوف سامي طرابلسي شوف المسيره نتاع نبيل معلول شوف منظر ان شاء الله ربي يسهله في تجربه جديده جلال توا هذا كان يعمل مونديال كيف كيف ما نحن مش ناجحين زاد التجربه معناها مش الفايده تجيب تونسي الفايده ان التجربه تكون ناجحه معناها مش اوكي نحبوا التونسي لكن نحبوا المنتخب اكثر احنا ابار مشينا مرتين المونديال الاكسبيرينس تاعنا كلهم كانوا عاديين كما العاده معناها نمشيو نعملوا لانكار في الكوب دافريك ونروحوا كان مشينا لروسيا معناها في انجاز معناها نتاع مونديال والمره هذه ما فماش حاجه كبيره ما فماش انجازات كبيره موافقه كان لكن نحكي لك الاسبريم تاع الفيدراسيون توا يدوزوا مع المدرب التونسي معناها كما قال توا طارق ما فماش فرق كبير ما بين وقت اللي نمشيو كاس العالم مدرب اجنبي ولا مدرب تونسي اوكي اي علاش ما نحطش مدرب تونسي ما دام ما فماش فرق كبير ما دام ما بين الاجنبي والتونسي علاش انا ما نحطش التونسي خاطر جاونا بصراحة رانجيريس وكويلو راهو صحيح وانت عايش في الكورة وناعمة قريبة في راهو فضايع ما فما حد شيء راهو معناها علاش قلت لك انا اسم كبير نكملوا بتونس ايه عاديين ترى ناعمة قبيلك قلت لك على كيروش كيروش افكتيف متواضع منتخب المصري راهو وصل لنهائي كأس افريقيا اما نعطيك امثلة اخرى مثلا هاني يوزيتش مع المغرب قاعد ظهر لي خاسر ماتش في 3 سنين معناها كيف ايضا رونالد قبل كي كان شد المغرب ولا حتى تو مع السعودية معناها يفرق اسم كبير هاني يوزيتش الى حد الان هاز كوب افريقيا مع المنتخبات اللي لعب لهم الكل هو في افريقيا يعني اكثر حاجة تيتر انت تستحق شنو انك تهز كأس افريقيا وتترجع لكأس العالم هاني يوزيتش الى حد الان منتخبات لعب معاهم كل ما حتى كأس افريقيا مع احتراماتي ليه لانه هاني يوزيتش شنو عنده كل النهجية هذيك وعنده الحب الذات اللي هو وعنده زاد الميكس ما بين الملاعبات حاليا قاعد يعمل في الحاجه اللي عملها جمال بالماضي شويه انه ماشي للاعب المحلي المغربي اللي هو يلزم يعمله لان كيف تجيب 23 ملاعبي يلعبوا في الاوروب وتهزهم للافريق فما 16 ملاعبي اخر مباراه اخر كوب دافريك بعمرهم ما عرفش الاراضي الافريقيه معناها ما يعرفش السخانه شو معناها ما تنجمش راهو تبني فريق وطني مثلا كيما المنتخب المغربي اللي عندك افكتيف كبير شوف الوداد شنو عندك شوف الرجاء شنو عندك معناها فما ملاعبيه كبار تنجم تهزهم من الفريق المحلية المغربية وتعمل ميكس بي وانا قلت لك العقلية نتاع ليلوزيس قاعدة تتبدل بشوية بشوية لانه فارضين عليها كيكة فهمتني يزي انك تخلي الملاعبية اللي يسحقوا في المغرب وتهز كل الملاعبية اللي يلعبوا لبرا ليه مش بالضرورة كمان خلينا نحكي شوية على القرعة فان ما تشوفش القرعة جاتنا اسهل من المونديال اللي فات اوكي بنما تفرق مع البيرو مثلا لكن انجلترا وبلجيكا المونديال اللي فات معناتها موسو صعيب وصل دومي فينال بار كونتر اليوم اوكي فرنسا صعيبه لكن الدنمارك ماهيش لا انجلترا لا بلجيكا اي صحيح ممكن اقل صعوبه من المونديال اللي فات بحكم يعني كما قلت على الدنمارك لكن ما تنساش يعني المنتخبات هذيا ديما عندها تحضير خاص للمونديال ويعرفوا كيفاش يبدوا يدخلوا المونديال خاصه كما قال لك بيليكا طارق المباراه الاولى تفرق برشا ضد الدنمارك يا تتعدى يا ما تتعداش يا تربح يا ما تربحش دونك يفو بيان بريباري سورتو لو برومي ماتش والمنتخبات هذوما فما حاجه ديما يبداو ما يبداوش من البرومي ماتش التحضير نتاعهم ديما يبداو بشويه تصاعديا بشويه 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 دونك نجمو نحنا نستغلوا البرومي ماتش هذاك لصالحنا نحنا اكونديسيون نبداو حاضرين مليح اكونديسيون نبداو قارين المنافس مليح خاصه خاطر المفتاح هو ديما في الماتش الاولاني بعديك الماتش الثاني ممكن اكثريا تنجم تكون البيرو موجوده والمباراه الثالثه ضد فرنسا ما تنساش في كل مباريات اللي لعبناها ضد فرنسا الا ما قمنا بمباراه كبيره كبيره صحيح في كل مباريات نعطيك حاجه اخرى
فرنسا بطل العالم ديما يلقى صعوبات في الطلول. فرنسا مثلا 98 بطل العالم خسر مع السنغال 2002. اعطيك حاجه اخرى، تونس المانيا المانيا عام 78 بطل العالم تعادلنا معاها 0-0. كيف كيف، فما مثال واحد اخر اعتقد الكاميرون وقتها مع الارجنتين في عام 90 كيف كيف تعادل، ولا الكاميرون ربحت حصيله. دونك ديما يلقى صعوبات بطل العالم في المقابلات من نوع هذا، وديما نلقاو رواحنا ضد فرنسا، يعني ديما ضد فرنسا نعديو مباراه كبيره وديما نحسوا رواحنا اللي نحن فما 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 حاجه لازمنا نتعداوها ضد فرنسا، ديما فما ان تشالنج بالنسبه لنا، نحن نحبوا نربحوا المباراه هذيك ونحبوا نقوموا بمباراه كبيره، كو سوا اللي لعبناهم في تونس هوني ولا حتى ساهموا فيه شويه اللي بين ناسيونو اللي موجودين في المنتخب التونسي. صحيح ما تنجم تكون فما مساهمه منهم، لكن ما تنساش حاجه اللي في كاس العالم هذايا فما عنصر مهم جدا يجم يكون اللي صالحنا نحن ويعطينا دفع اكثر اللي هو الجمهور. صحيح. يعني شفناه في البطوله العربيه الاخرانيه، شفنا الدعم الكبير نتاع الجمهور. صحيح. اللي هو كان دافع كبير للاعبين، خاصه اللاعبين والفريق والمنتخب ككل. قول في تونس اللعبه حسيت صحيح، يعني عباره يعني حتى كيف تلعبوا ضد المنتخب في الفرنسي في وحتى اكثر زاد يعني اذا كنت موجود غادي وحتى اكثر الحق باش يعني خاصه المباراه الاولانيه والثانيه والثالثه اللي باش نلعبوهم باش نحسوا روحنا كاينه في بلادنا باش نلعبوا في بلادنا، على خاطر ما نتصورش الجمهور الدنماركي باش يكون موجود اكثر من الجمهور التونسي ولا تاع البيرو ولا حتى الجمهور تاع المنتخب الفرنسي مش يكون ممكن موجود اكثر من الجمهور التونسي. يعني عامل هذايا ماذا بيا يعني ان شاء الله نستغلوه كيف ما يلزم وان شاء الله يكون دفع كبير للاعبين، وحسب التصريحات اللي شفناهم حتى من الاعلاميين ولا حتى المحللين ولا حتى من اللاعبين تحس اللي اللاعبين تحس اللي فما دعم برشا من الجمهور يسنوا فيك الدخله نتاع اللاعبيه والدخله نتاع الناس والفرحه والتشجيع الكبير من الجمهور. ان شاء الله ان شاء الله. شوف هي اكثر حاجه مهمه راهو في 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 الكوب دي موند هي التحضيرات، راهو يلزمك تعمل تحضيرات جيده، الوقت مش باهي برشا، يعني في نوفمبر عندك فرق تلعب تشامبيونز ليج في تونس يعني يلزم تحضير. والحاجه اللي تفرق بيناتنا نحن وبين المنتخب الفرنسي والمنتخب الدنماركي انهم عندهم الليغ دي ناسيون، ليغ دي ناسيون قاعدين يحضروا بها بالبي مش يلعبوا مع بعضهم مرتين مش يلعبوا مع افكتيفمون، هذا هو معناها يعني عندهم الكوتش باش يشوفهم وعندهم مباريات كبيره برشا بيناتهم وتحضيراتهم باش تكون خير منا بياسر، معناها احنا نحن يلزم التحضيرات تكون خير من قبل، معناها كنا ندخلوا الكوب دي موند مش بتحضيرات جيده، المره هذه يلزم نقراو ألف حساب للتحضيرات نتاعنا باش على الاقل كيف ندخلوا للكاس العالم هذايا نكونوا مرتاحين اكثر ونكونوا مستانسين بالكومبيتيسيون اكثر ونختاروا زاد حتى الاختيار نتاع هو مع العلم شي برشا فرق باش تطلب منا، مثلا انا نشوف في خاصه في البول نتاع الماروك لانهم يقولوا انه شمال افريقيا كيف كيف اللعب، معناها شوف انت كرواتيا نورمالمون تنجم تكون تلعب معنا ماتش، فما زاد بلجيكا باش تلعب ضد بلجيكا المغرب بلجيكا يعني بلجيكا كيف كيف زادت تنجم تطلب منا مباراة أن نلعب لها لأنه في البول عندهم المغرب معناها هذوما يعني مباريات جيدة إذا كان نحن نمشي ونلعبوا مع كرواتيا وإلا نلعبوا مع المنتخب البلجيكي في التحضيرات حاجة بها برشا المنتخب التونسي أكيد. طارق دونك شفنا شوية تصريحات البارح فان وهبي الخزري ظهر لي حكى على مقابل ظهر لي موتيفاسيون كبيرة اللي هو مثلا فما لاعبيه معز حسن وهبي الخزري نحكي حتى حنا بعد المجري لعبوا قبل في الشبان مع منتخب فرنسا، حاجه كما هكا تنجم تعمل موتيفاسيون. ايضا انيس بن سليمان في الشبان لعب مع الدنمارك كيف كيف، عصام الجبالي لعب في الدنمارك، حاجه كما هكا تنجم تسهل لنا شويه ماموريه والا لا ما عندوش علاقه؟ اكيد سهل اكيد، سورتو فرنسا حاجه اخرى، فرنسا تونس المولدين في فرنسا حاجه اخرى، يعني فما الحلم الكبير نتاع اي واحد فورمي في فرنسا انه يلعب في ليكيب دو فرانس، معناها يوصل يلعب سينيور، حاجه معناها كبيره ياسر، معناها نشوفوا نادر الغندري احنا توا فورمي نادر وكان رجع معناها من البعيد كان حاجه كانها مستحيله، معناها 6 شهور تالي جا للنادي الافريقي بعد لياقه روحه يلعب في المونديال، بعد لياقه روحه مش يلعب ضد ليكيب دو فرانس اللي هو كان يلعب في ليك دو ذولي قبل ما يجي النادي الافريقي في 2014 واور ليست في ليكيب هذيك، لياقه روحه مش يلعب ضد المنتخب الفرنسي، دونك مش موتيفاسيون هذا ما يستحق حتى شيء، معناها هي اصعب حاجه في الكوره اسلام اللي سورس دو موتيفاسيون يبدا الكوتش يلوج كيفاش باش يدير موتيفي ملاعبيته، هذا ما يستحق ما يستحقش هذا لا موتيفاسيون حتى شيء. وفرنسا تحب ولا تكره فرنسا بطل العالم، فرنسا الدوله الاولى في العالم اللي تخرج في الملاعبيه لي شامبيونال كل فورمي في فرنسا،
مالغري الفرنسيس عندهم شويه كي واحد، لكن كي تحكي على الفورماسيون تحكي على الفرنسيس. معناها بلجيكا تو ماخذه في سونتر دو فورماسيون مرتبه الاولى عندها 6 ولا 7 سنين، لكن كي تجي تحسب راهو فرنسا، فرنسا حاجه اخرى. معناها يطلعوا في اللاعبين كيما عباره واحد، كل يوم يطلعوا لك ستار ولا زوز، معناها وكونكورونس كبيره، وصعيب باش تلعب في الليغان في فرنسا، وصعيب باش تكون في كونفوكي، وصعيب باش تكون انترناسيونال. دونك هذا الكل وهبي، وكيفاش يلعب كونترهم ولا نادي الغندري ولا حنا بال المجبري، بتبيع في ارتي كبيره اللي هو والفاميلته، ويحب يوري روحه، ويحب هذه معناها لتريو نيفو، مش تلعب مع احسن لاعبين في العالم، مش تلعب مع احسن منتخب في العالم. سيفري هما الناس كل حكاوا على الاداء في روسيا وفرنسا خايبه وكذا، لكن بدات تك 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 بعد تقعد تروح فينال وهزت الشامبيون بالمنتخب الجديد بمبابي بالملاعبيه جدد هذوما. نسيوا شويه لعبات في زيدان وفي 98، خاطر الكره صعبت توا، معناها تطور كبير على المستوى البدني على المستوى النفسي، ما عادش فما اسباس تكتيك مو كيف يلزمك تكون قوي ياسر باش تربح المنتخبات هذيك الكل وتهز الكوب دي موند. انا حسب رايي من غير ما تشعر تقراها تحكي على فرنسا، معناها كي تشوف القرعه نتاعنا تحكي على المنتخب الفرنسي، تخلي الدنمارك على جنب، منتخب فرنسا اللي ان شاء الله ان شاء الله جلال يحضر التوليفه الباهيه ويحضر الملاعبيه الباهين. مازلت عندنا توا شويه مشاكل اسلام تو نحكي عليها من بعد، اللي هي تثبيت الحارس فرد مره باش ياخذ الثقه نتاعو، زادنا ملاعبي معناها في الشواء كان عندنا بلال العيفه والطالبي، زادهم الغندري توا، هذه سوليسيون واحده اخرى الكوتش شكون منهم باش يلعب لاتيرال دروا دراجر، ونشوف الطفل نتاع الانجلتير شو اسمه نعيم يان فاليري واسماعيل الغربي كيف مع حنا بعد المجبري مع السخيري والعيدوني، مع السخيري والعيدوني مش يكونوا موجودين معناها في الوسط، فما بلاصه ما بين بن رمضان وشعلاني، واذا كان جاي لاري عزوني زدام عملت تشكيله من تو زاد ظاهره وخذها بيفوات من هنا الوقت يتبدلوا برشا حاجات تتبدل ان شاء الله. هو سوكي سور يعني ممكن 90% 80% من المجموعه هذه اللي كان موجوده باش تبدا موجوده في كاس العالم. بون تقعد الاصابات وتقعد الفورمه نتاع بعض اللاعبين، ممكن كيما قال لك على زوج لاعبين اللي ممكن يلتحقوا بالمنتخب، هذا كلها وموتيفاسيون اسلام كبيره للملاعبيه اللي موجودين في البطوله، مش ترجع البطوله باش اللي اكيد نحكيو اكثر تفاصيل تعلق بعد شويه.